في إطار تنفيذ المبادرات التي تتضمنها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، تنظم الأكاديمية الملكية للشرطة المعسكر الصيفي 13، والذي خصص هذا العام لتنفيذ هذه الخطة ولترسيخ قيم الولاء والانتماء والالتزام بالوحدة الوطنية وتعزيز قيم الشراكة المجتمعية لدى المشاركين والاعتزاز بالهوية البحرينية والعربية الإسلامية. يا أهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في يوم جديد ورسالة جديدة نطلع عليكم من خلال الرسالة اليومية للمعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة في نسخته 13. مشاهدينا، اليوم راح يكون يوم مختلف بالنسبة لطلاب وطالبات المعسكر الصيفي. برامج المشاركين لهذا اليوم بتكون عبارة عن زيارات لمعالم مهمة في البحرين على المستوى الاجتماعي والثقافي أيضا. خلونا نتابع مع بعض هذه الزيارات. التسامح والتجاوز عن الأخطاء والتماس الأعذار في التعامل مع الآخرين هو جزء من هويتنا البحرينية لتحقيق التعايش في مملكتنا الغالية. في عام 2010 تم تشييد صرح ميثاق العمل الوطني بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ليكون هذا الصرح معلم حضاري يجسد وحدة هذا الوطن ملكا وشعبا، ويعزز القيم مثل الاحترام والتنوع والتسامح والتعاون والمثابرة والعطاء. ومن منطلق تعزيز روح المواطنة عند الطالبات، قمنا بزيارة هذا الصرح والتعرف على المعلومات القيمة الموجودة فيه. اليوم زارونا طالبات من المعسكر الصيفي وتعرفوا من خلال المعرض على معلومات من ماضي لحاضر البحرين. وطبعا المعرض يتكون من 10 مناطق، وكل منطقة تحتوي على اسم، وشافوا العديد من الفيديوهات وتعرفوا على حضارات البحرين المختلفة. استفدت عن ثقافة البحرين، شلون تطوروا، يعني أول شيء من اللؤلؤ، بعدين راحوا حق النفط، وشلون كانوا يعني بوبكو وألبو، بعد هما كانوا يعني وايد داعمين حق الشعب وكذي. وبعد تعلمت عن الفورمولا أن سواها والشيخ سلمان بن حمد الخليفة، وبس والله استفدت وايد أن شلون عاشوا أهل البحرين قبل وشلون تطوروا. واليوم وايد استانست لأني شفت كل شيء بالترتيب. طبعا أنا بديت من المستقبل للماضي، فشفت المستقبل والحاضر والماضي، كل شيء كان وايد حلو، دخلنا في الديتيلز وايد، يعني كل شيء عجبني صراحة. وفي أشياء تعلمتها تأوني، أسامي، تواريخ، أشياء قديمة. وطبعا الأستاذة ما قصرت، شرحت لنا كل شيء، أشياء ما ضحكت عليها شفتها كلها، وصدق وايد عجبني، وايد المكان كان حلو، كل شيء مرتب. وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب هي حلقة الوصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وتعتبر مسألة تعزيز التعاون بين السلطتين أولى أولوياتها، وجب على أساس ذلك توعية جيل الشباب بهذا الدور وزرعه في ذاكرتهم. عشان كذي قامت طالبات المعسكر الصيفي 13 للأكاديمية الملكية للشرطة بزيارة لمجلس النواب للتعرف على المهام اللي يقوم فيها. خلونا نتابع مع بعض هذه الزيارة.
استقبلت الأمانة العامة اليوم وفد من طالبات المعسكر الصيفي لوزارة الداخلية، وهذه زيارة تأتي ضمن الخطة الصيفية للأمانة العامة، وتأتي بهدف تعريف هؤلاء الطالبات على أهم الأمور الخاصة بمجلس النواب، وكذلك إعطائهم نبذة سريعة عن الثقافة البرلمانية لمجلس النواب، وأيضا لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بين مجلس النواب وبين جميع شرائح المجتمع في مملكة البحرين. استفدنا وايد أشياء من خلال زيارتنا، اطلعنا على وايد أمور مهمة تتكلم عن النواب والأشياء اللي يسوونها النواب لصالحنا ولصالح البحرين، وأنا كنت وايد متحمسة أدش غرفة الجلسات، والحمد لله المعسكر الصيفي أعطانا الفرصة أن ندش غرفة النواب، وشكراً حق القائمين على هاي الشيء. اليوم زمنا مجلس النواب وودونا حق صلاة وعرضوا لنا برزنتيشن، وعقب دخلونا قاعة الجلسات وعلمونا شلون نصوت وشلون ما نصوت وشلون نحط البطاقة والكاميرات وين تقعد النائبة. فن الفخار أحد أقدم الاختراعات البشرية في التاريخ، انتشر على أرض دلمون منذ الحضارة الأولى لهذا البلد، واستمر حتى يومنا هذا، لتطلع مملكة البحرين اليوم بمبادرات نوعية تعزز المنتج الوطني، والذي يعتبر الفخار سيد الحرف فيها. قيمنا الإنسانية في الحفاظ على كرامة الإنسان وصون حقوقه دون النظر في الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو المذهب. قامت طالبات المعسكر الصيفي 13 للأكاديمية الملكية للشرطة بزيارة لمركز المحرق الشبابي النموذجي، تعرفنا من خلالها على مرافق المركز الذي يحتوي على صالة ثقافية تقام عليها الفنون المسرحية، ومكتبة إلكترونية، وصالة رياضية للرجال والنساء، بالإضافة لبركة سباحة مخصصة للرجال وأخرى للنساء، بالإضافة للعديد من المرافق التي تسهم في استقطاب الموهوبين ومنحهم فضاءات اجتماعية ومنابر إعلامية لاستعراض مشاريعهم الفنية والفكرية وتأهيلهم للمشاركة في مختلف المحافل والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية. في إطار دعم المبادرات التوعوية الهادفة إلى حماية المجتمع من آفة المخدرات والسعي نحو توفير بيئة هادئة ومطمئنة، زارت طالبات المعسكر المعرض الأمني التوعوي الذي تنظمه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يتضمن على وسائط متعددة تشمل العديد من الأركان التوعوية للوقاية من آفة المخدرات، وعروض لوسائل متخصصة للتوعية من مخاطر هذه الآفة. ويتميز المعرض بأسلوب عصري صمم وفق تقنية عالية لخلق جيل واعي وآمن. أقامت الأكاديمية الملكية للشرطة محاضرة بعنوان لقاء مع مؤثر من مواقع التواصل الاجتماعي لطالبات المعسكر الصيفي 13، حيث كان اللقاء عبارة عن قصة نجاح المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي محمد عيسى، حيث شملت المحاضرة على تقديم نماذج شبابية استطاعت تحقيق جزء من أحلامها من خلال العمل الجاد والطموح، وتقديم نوع من الإيجابية نحو خدمة الشباب والشابات لمجتمعاتهم. الالتزام والانضباط المسؤول هو خير مثال لأخلاقيات المواطنة الصالحة. أقامت الأكاديمية الملكية للشرطة محاضرات عن بعد لطلبة المعسكر الصيفي 13، والتي كانت من تنظيم محافظات مملكة البحرين لتوعية الشباب في شتى المجالات. ومن ضمن هذه المحاضرات
هي ورشة التغذية في مرحلة المراهقة وورشة عمل تحت عنوان أنا بحريني، بالإضافة لورشة شفرة النجاح. أقيمت مراسم إنزال العلم إشارة لانتهاء المعسكر الصيفي 13 للأكاديمية الملكية للشرطة، الذي كان يهدف لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، حيث شمل المعسكر الصيفي لهذا العام على العديد من الورش والمحاضرات والزيارات التي تساهم في صقل الشباب وتوعيتهم وتعريفهم لمعالم البحرين التاريخية. مشاهدينا، وصلنا وياكم إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم، واستعرضنا معاكم أهم محطات المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة. نتمنى أنكم استمتعتوا معنا، وعلى أمل لقائكم في رسائل قادمة. في أمان الله.